السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في درس جديد من دروس الصف الرابع الابتدائي اللي هو بيتكلم عن جمع القصور الاعتيادية والأعداد الصحيحة وطرحها. تعالوا نشوف الدرس بتاعنا بيتكلم عن إيه وإزاي نجمع قصور وأعداد صحيحة مع بعض، إزاي نحلها سواء كانت جمع أو طرح، فيها كسر، فيها عدد صحيح. تعالوا معانا نشوف. أول مسألة معانا هنا بيقول لي 1 زائد 2 زائد 2 على 5 زائد 4 على 5. إزاي أحل مسألة زي كده؟ في طريقتين، يا إما أستخدم النماذج زي النماذج اللي مرسومة قدامي، أو إن أنا أجمع على طول. الواحد ده معناها إن هو واحد صحيح، يعني مستطيل كامل. وليه أنا مقسمه 5؟ عشان المقام عندي في القصور هنا 5. طب المقام لو مش 5 في مسألة تاني 7 أو 6 أو 4 أو 3 أو 10 أو أي رقم، بنقسم على حسب الكسر اللي قدام. يبقى ليه قسمت هنا 5؟ عشان الكسر هنا عندي المقام بتاعه 5. فأنا هنا عندي 1، يبقى معناها إن الواحد ده كامل. هجمع عليه 2، أدي 2 أهم مع بعض، يبقى هجمع دول معايا. زائد 2 على 5، ظللنا 2 من الخمسة دول، زائد 4 على 5. لما نيجي نجمع، أدي 1 زائد 2 يعني 3، زائد عندي هنا 2 وعندي هنا 4، يبقى معناها 6 على 5. طيب و3 زائد 6 على 5، الستة دي عدد كسر، كسر عايز أحولها لعدد كسر، هي كسر اعتيادي. 6 على 5 كسر اعتيادي، عايز أحولها لعدد كسري مكافئ. الستة فيها كام 5؟ فيها 5 واحدة، يبقى أنا لو حبيت أحول الكسر الاعتيادي ده اللي هو كنا بنقول عليه كسر اعتيادي غير حقيقي، لو عايز أحوله لعدد كسري هيساوي معايا 1 و1 على 5. الواحد لأن الستة فيها 5 واحدة، واتبقى من الستة 1 على 5، المقام زي ما هو، يبقى 3 زائد 1 هيبقى 4، وننزل الكسر يبقى 1 على 5، يبقى الناتج عندي 4 و1 على 5. تعالوا نشوف مسألة تاني. بيقول لي 2 زائد 2 زائد 3 على 5 زائد 3 على 5. هنا نجمع الصحيح مع بعض، 2 زائد 2 هيساوي 4، ونجمع القصور مع بعض، هنا 3 زائد 3 هيبقى 6 على 5. الأربعة هي الأربعة عدد الصحيح أهو، زائد الستة على خمسة ده كسر اعتيادي غير حقيقي، هنحوله لعدد كسري مكافئ ليه. الستة فيها كام 5؟ فيها 5 واحدة، ويتبقى معايا 1 على 5، نجمع 4 و1 هيبقى 5، وننزل 1 على 5، يبقى الناتج عندي 5 و1 على 5. ده بالنسبة للجمع. تعالوا نشوف مع بعض الطرح. في مسألة بتقول لي 3 ناقص 1 و5 على 7. لما نيجي نحل، يا إما نحل بالنماذج زي كده، يبقى أنا عندي 3 دوائر كاملين، هنقص منهم 1 و5 على 7. 1 كامل يعني معناها دايرة كاملة هتتنقص من من التلات دوائر، يبقى نقصت دايرة، وهنقص من الدايرة التانية 5 على 7، دي 1 2 3 4 5، اتبقى عندي كام؟ لو بصينا كده هتبقى عندي دايرة كاملة و2 على 7، يبقى أنا الناتج اللي عندي هنا هيتبقى عندي دايرة كاملة يعني 1، واتبقى من الدايرة التانية 2 على 7، يبقى ده الناتج بتاعي لو حبيت أحلها عن طريق النماذج. طب ليه يا مستر لو حبيت أحلها من غير نماذج بطريقة حل تاني؟ التلاتة دي عشان أعمل كسر زي الكسر اللي عندي ده، هخلي التلاتة دي 2، وهاخد الواحد أعمله 7 على 7. يبقى أنا التلاتة هحللها، هاخد منها 2 صحيح، وهاخد منها 1 أعمله كسر. ليه عملت 7 على 7؟ ليه مش أي رقم تاني؟ عشان المقام هنا عندي 7، فخليت الواحد ده 7 على 7، لأن 7 على 7 يعني 1 ناقص 1 و5 على 7. تعالوا نطرح مع بعض، 2 ناقص 1 يتبقى 1، و7 ناقص 5 يتبقى 2، والمقام زي ما هو 7، يبقى 1 و2 على 7، نفس اللي طلعناها بطريقة النماذج. تعالوا نشوف مسألة كمان. هنا بيقول لي 2 ناقص 3 على 6، دول جوه قوس مع بعض، ناقص 2 على 6.
اتفقنا في الترم الأول إن إحنا لما نيجي نحل مسألة لازم نبدأ نفك الأقواس الأول، طالما في أقواس يبقى أنا الأول هفك القوس. قبل ما أفك القوس لازم أحلل الاتنين دي، عشان في كسر هنا لازم أحلل الاتنين دي عشان أعرف أخد كسر من الكسر، أطرح كسر من الكسر. طب الاتنين دي هنحللها تبقى واحد، والواحد التاني بتاع الاتنين هنخليه 6 على 6. واتفقنا ليه خليته 6 على 6؟ عشان المقام هنا 6، المقام هنا كان 7، خليت الواحد 7 على 7، يبقى المقام هو اللي بيحكمني في المسألة. يبقى هنا خليته واحد، الواحد وستة على ستة 3 على 6. القوس زي ما هو، وهنزل 2 على 6 زي ما هي. تعالوا نطرح بقى، لما أقول واحد هنا مفيش عدد صحيح، يبقى الواحد هينزل، وستة ناقص 3 هيتبقى 3 على 6، وننزل الناقص ونقول 2 على 6 ونقول يساوي. واحد مفيش حاجة، هتنزل زي ما هو الواحد، وتلاتة ناقص 2 يبقى 1، وستة المقام ينزل، يبقى الناتج عندي طلع 1 و1 على 6.